وزي ما شفنا سباركلي مثلا يعني. حتى الكاب اللي كان اللي لابسه مكتوب عليه 16 19 1619 ده العام الاول اللي هم الاصحاب البشره الملونه دخولهم الامريكيتين، هو كمان فحب يشير لهذه النقطه. وهو كمان على طول بيحب يشير بلبس، يشوف الرسائل الإشارات. حتى هو بيعمل كل ده حتى حاجه. في الاوسكار دايما بيلبس لبس بيبقى ملفت بشكل، زي ما شفنا البدله الفوشيا هو على طول بيلبس الوان ملفته وفيها رساله ما دايما بيوصلها، ده طريقته في ان هو يقول حاجه من غير ما يتكلم يعني، هو مثير للجدل يعني. احنا شايفين بعض اللقطات كده من على الريد كاربت، ايه اللي لفت نظرك فيها هذه النسخه غير الكمامات؟ غير الكورونا عامه بقى احنا بنتكلم ان مفيش حاجه، هم كانوا بيقولوا ان هم خفضوا وزن السجاده الحمراء للنص عشان بيحافظوا على البيئه، السنه دي عندهم منظور مختلف عن المهرجان، ان هم عايزين يحافظوا على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وعاملين في المهرجان برضو سكشن مخصوص للبيئه بيناقشوا فيه المشاكل البيئيه والمناخيه. حلو قوي. فدي لفته لطيفه منهم طبعا ان هم يعملوا حاجه زي كده. وكمان النسخه عملوا السنه دي السيارات، كمان موضوع اتفضل، السيارات اللي عاملينها اللي بتوصل الفنانين رايحين جايين عاملينها بتدعمها بالطاقه الكهربائيه مش بالبنزين عشان برضو يحافظوا على البيئه. حلو قوي. يعني الحاجه كلها زي ما احنا بنقول عندنا في مصر بقى، اذا كنا احنا بنتكلم على مشروع الجو جرين فهم عندهم طبعا موضوع بدأوا فيه بالظبط، حتى في المهرجانات اللي هي العالميه عشان كمان يلفت ويدي رسائل للعالم كله. بالظبط هما كانوا بينوهوا ان هم مقلقين بس من حجم النفايات اللي هيرميها النجوم وهم قاعدين في اقامتهم هناك، بس التل ده ممكن تسيطر عليه بسهوله لان ده ما انت موجوده في اتموسفير عام بيقول لك حافظي على البيئه فانت هتحافظي على البيئه مع الطبيعه. جودي فوستر يعني معانا على الشاشه، لماذا تم تكريم جودي فوستر؟ عن مجمل اعمالها جودي فوستر فنانه عظيمه برضه هي يعني. صاحبه 3 اوسكارز بس اول مره تكرم في كان، وعن مجمل اعمالها فده تكريم ليها، وياخد سعفه ذهبيه كمان يعني جائزه قيمه جدا يعني. المفروض ان دي اعلى حاجه في اعلى جائزه في الكان، وهي واخدها تكريميه عن كل اعمالها، فعارفه لما تبقي بتقدري نجم كبير فدي حاجه تشريفيه حلوه جدا طبعا ليها. النسخه دي بتشهد حاله من انواع التنوع الشديد في الافلام اللي تم انتقائها، شايفاه ازاي؟ ممكن نفندهم ازاي؟ هم دعموا اكتر افلام اللي بتدعم المراه بشكل كبير، هتلاقي اغلب الافلام اللي عندنا ال 24 فيلم المرشحين اغلبهم بطوله نسائيه وبتكلموا عن قصه نسائيه بحته، فيلم عن سيده قررت ان هي تسافر في اسكتلندا، او فيلم عن راهبه في العشرينات، هتلاقي تنوع بس كله بشكل او باخر بيدعم المراه، لان دايما المهرجان كان متهم ان هو مش بيدعم المراه بشكل كافي. ده مش بس كده، ده دعم للمراه والتلات مخرجات اللي هم مرشحين بقى في الادوار النهائيه، تلات مخرجات سيدات طبعا، فرنسويات وواحده مجريه بس. ده اقصى عدد وصلنا له في اللي كان طول العمر، اربعه بس، اربع فنانين، اربع مخرجات بيترشحوا. السنه دي عندنا اربعه من 24، فبرضه مش نسبه، مش نسبه، اربعه من 24 انت عندك بقيه المخرجين. وهو حتى من الانتقادات اللي دايما بتطول كان انه دايما في مخرجين كبار اوروبيين بيضمنوا ترشيحهم للجائزه من غير ما يعملوا اعمال تهدف او اعمال مناسبه للجائزه، اسما بس ستارز بالظبط. فهو وحتى حركات مي تو وحركات تايم اب للكلام وكل الحاجات دي عن دور المراه والسيدات في المجتمع ما طالتش الترشيحات، بس طالت ان احنا زودنا عدد المحكمات في لجان التحكيم. عندنا 5 السنه دي من 8، فده رقم طبعا كبير، عدد كبير في المحكمات السنه دي. طيب لو وقفنا بقى عند الافلام العربيه، وده يعني احنا دايما بنتوقف عنده ونبقى بنقول احنا ساعات بندخل بالافلام العربيه المهرجانات الكبرى والعالميه على استحياء، المره دي الامور مختلفه. بالظبط عندنا فيلم مشارك في الجائزه الكبيره، جائزه السعفه الذهبيه، وده اكبر جائزه عندهم. عندنا فيلم المغربي ايقاعات كازابلانكا او علي صوتك، الفيلم بيتناقش في ده نبيل علوش، مش كده؟ نبيل علوش بيناقش الحريه من خلال مزيكا الهيب هوب، من خلال مركز ثقافي في الدار البيضاء، في رابر بيعلم الناس اللي بيروحوا المركز ازاي يعيشوا بحريتهم من خلال مزيكا الهيب هوب. الفكره شويه مختلفه عن اللي احنا بنشوفه هنا، او عامه احنا عندنا الافلام حتى الميوزيكال او اللي ليها علاقه بالحاجات الفنيه قليله، دايما بنشوف قصه اجتماعيه اكتر. فالموضوع مختلف، وهو حتى نبيل عيوش معروف ان هو مثير للجدل دايما، فالفيلم اتمنى انه ياخد فرصته هناك يعني. بس واضح انه زي ما احنا بنقول كده الطريق ممهد بالنسبه له، وعامل حاله من حالات الجدل. الجدل بالظبط، من قبل ما من اول ما ترشح للجائزه هو عامل حاله ان دي اول فيلم مغربي يخش في الجائزه. ليه الجدل محيط بنبيل علوش ورحيم؟ رحيم كنا لسه نبيل علوش ان هو دايما افلامه هو ما عندوش تاريخ طويل، بس افلامه دايما مثيره للجدل وبيبقى فيها لقطه بالدفاع عن الحريه بشكل لسه المجتمع مش واخد عليه، زي الهيب هوب يعني ما حدش يعني ايه علاقه الحريه بمزيكا الهيب هوب وان تبقى هيبي، فده لسه شويه. رحيم لان هو شاب جزائري
تونسي سوري فرنسي من اصل جزائري. أيوة. هو بيبدا تمثيل 2009 عن فيلم بروفيت وكان ناجح جدا. ورفض